في إطار التكفل بالمناطق المتضررة من الحرائق، مديرية الثقافة والفنون لولاية جيجل وبالتنسيق مع جمعية الريان الثقافية والفنية تنظم فعالية القافلة التثقيفية الترفيهية لفائدة أطفال هذه المناطق. قناة الأنيس رافقت القافلة في بلديتي برج الطهر والسطارة. مزيدا من التفاصيل في هذا التقرير. حطت القافلة رحالها ببلدية برج الطهر في محطة أولى ضمن البرنامج المسطر لها من قبل مديرية الثقافة والفنون بالولاية. اليوم الموعد كان مع بلدية برج الطهر لنشكر السلطات المحلية نتاعها على رأسها المجلس الشعبي البلدي. هي فرصة القافلة تضمن برنامج قافلة تضمن مع عدة محاور منها مسابقات ثقافية، مسابقات في الرسم، في تلخيص القصة، في الكلمات المتقاطعة، وعروض البهلوان مع جمعية الريان المسرحية. كانت فرصة مع احترام البروتوكول الصحي لأن منطقة مساء الحرائق خصوصا لقرى بوميدول وبوحلوان، كانت فرصة للأولاد نتمنى تكون عجبتهم لمحاولة حتى التخفيف عنها نفسيا من هذه الصدمة تاع الحرائق اللي مست عدة مناطق. نشكركم على هذه المبادرة الطيبة في هذا الوقت الحساس، خاصة بعد تأثيرات الحرائق الأخيرة على المنطقة وعلى أهلها باسمي وباسم سكان البلدية. أقدم شكري جزيل لمديريه الثقافة التي على هذه الالتفاتة الطيبة لهؤلاء البراعم. نشكر جمعية ثقافية الريان على مختلف الأنشطة التي ستقدمها لهذه البراعم. مشكورين. مسابقات ثقافية، ورشات للرسم، كتابة القصة، وعروض بهلوانية وألعاب، أهم ما ميز القافلة، وعرفت تفاعلا كبيرا من طرف الأطفال الذين استحسنوا المبادرة وطلبوا القائمين بالعودة إلى بلديتهم في القريب العاجل. قسمت الورقة، جزء رسمت فيه طبيعة بالألوان، وجزء واحد آخر رسمت فيه طبيعة بدون ألوان، نرسمها بدون ألوان لذلك للمحافظة على طبيعتنا ولتكون جميلة ولتظل بالألوان يجب عدم حرقها. لو كان غير تكون مبادرة هذه مش غير في الصيف، تكون في الشتاء. في الصيف خطركش حنا في الصيف مثلا بحر بعيد علينا، رانا في جبل، ثم نستمتعوا بهذا الحوايج والسخانة برا، نستمتعوا بهذا الحوايج مثلا بالمواهب. يعني نرسم وجه تاع طفلة هي لابسة شعرها كحل، وأنا نشكركم كامل عطش درتوا لنا هذه الحفلة الكبيرة، وأنا عجبتني ونتمنى أنو تخدموها لنا في كل صيف إن شاء الله. وصلت القافلة رحلتها لتحط هذه المرة رحالها في بلدية خلفت بها الحرائق خسائر جمة، إنها بلدية السطارة الواقعة في أعالي ولاية جيجل. هذه المبادرة مديرية الثقافة القافلة الفنية هذه اللي ترفيه وإطراب تلاميذ المدارس بالمناطق اللي مستها الحرائق، يعني جات في وقتها لأن يعني التلاميذ في العطلة الصيفية وفي حاجة للترفيه وفي حاجة للتكفل النفسي والتكفل المعنوي، ورانا نشوفوا يعني التجاوب تاع التلاميذ والحيوية اللي باش حضروا تدل على مدى يعني الحاجة نتاعها من مثل هذه الأنشطة، وخاصة أن بها عندنا اليوم أخصائيين نفسانيين للتلاميذ يعني باش يتابعوا الحالة النفسية نتاعها. يعني العناية بالطفل هي يعني من أهم الاهتمامات تاع الدولة سواء في المدرسة أو خارج المدرسة أو في البيت، وإحنا البلدية راهي قائمة يعني مع كل الأطراف وكل الشرائح في المجتمع لحماية الطفل والتكفل به حتى يوصل يعني إلى التمدرس في الظروف إن شاء الله الحسنة عند الدخول المدرسة. القافلة جاءت بغرض الترفيه عن الأطفال والتكفل النفسي بهم جراء الخسائر التي لحقت بالمنطقة، والتخفيف عنهم وإخراجهم من جو الدمار والسواد إلى عالم مليء بالفرح والسعادة رفقة المهرجين والألعاب التي حملوها بجعبتهم. أتمنى أن تتكرر هذه الحفلات والمسابقات. هوايتي هي الأناشيد الدينية، أريد أن أتعلمها من كل قلبي. مديرية الثقافة على هذا النشاط الذي أقاموهم لنا، وأشكر المهرجين على هذا النشاط والتسلية، ونحن في منطقة معزولة وقد أفرحونا اليوم بمجيئهم.
القافلة التثقيفية الترفيهية تركت باب بلديتين من الولاية ورفعت التحدي في الوصول إلى أقصى المناطق والتكفل بالساكنة من جهة والتخفيف عنهم ومقاسمة الفرح مع أطفال هذه المناطق من جهة أخرى والالتفاف حولهم وإدخال البهجة على نفوسهم خاصة ونحن لا يفصلنا عن الدخول المدرسي سوى أيام قلائل وبذلك يكون دخولا موفقا.